لطالما بتسمعوا ان العيش في سيرفرات الاوفيشال في ارك مستحيل او شبه مستحيل كسولو، يعني كشخص واحد في ترايب. وصراحة انا متفق نوعا ما مع هذا، لانه حرفيا اكبر المحترفين بارك بيواجهوا صعوبة كبيرة او ما بيقدروا اصلا يقوموا بهذا الشيء، لكن راح اثبت لكم العكس، انه بامكان الشخص ان يقوم بها، باني راح افتح تيك، لان التحدي اني اواجه واحد من اصعب الزعماء في ارك الدراغون الالفا دراغون وافتح التيك. بالاضافة لهذا التحدي الثاني، وانا اعيش في ماب ابيريشن بدون استعمال اي توريت، وانا اترك الباب مفتوح، فراح اكون لقمة سهلة جدا للسرقة. راح احاول اسرق الناس وراح استعمل طرق مبتكرة عشان تتجاهلني التوريتات، وكل هذا ما راح يكون في سيرفر سمول ترايب، لا لا لا، راح يكون في سيرفر ارك بوكاليبس، اكثر سيرفر اوفيشال من حيث المنافسة. اضافة لهذا، لا يوجد اي حد للقبيلة، فممكن تواجهني قبيلة فيها 50 شخص بينما انا سولو. بداية هذه السلسلة كانت في ماب جينيسيس 1. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد سلسلة ارك اوفيشال. ومثل ما بتشوفوا، هذا اول ضحية لنا في هذا السيرفر، سيرفر ارك بوكاليبس اللي شرحته في بداية الفيديو. فيح خدرت الان هذا الشخص في الوقت اللي كان يعني يقوم فيه بالابلود، والان يا اخي اصعد اصعد يا اخي، هذا الميوينج الميوينج كريه يا اخي يا اخي، هذا البطة هيلي ضعيف هيلي ضعيف هيلي ضعيف، راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت، لازم ارجع يعني عشان اخذ اللوت. اوكي اوكي ارجع الان، راح يا اخي كلام بيهرب مني. اوكي او نايس، شاركول شاركول راح يفيدني كثير، شاركول عشان اصنع ال او ماي جاد. اعتذر منكم، صعب علي كثير يعني اني اعلق الان. اوكي رمى نفسه في البحر. فهي مثل ما قلت، شاركول او الفحم راح يفيدني كثير في صنع الجان باودر، وبالتالي صنع المتفجرات عشان ادمر منازل اشخاص مثل هذا، ليه عشان اصنع ذخيرة الاسلحة عشان اقتل اشخاص مثل هذا. خدرته المرة الثانية وكان عنده كرايوبود، ف نايس كرايوبود مجاني مثل ما بتشوفوا، يعني قررت اني اساعده بعد ما اخذت اللوت اللي عنده. الميوينج خاصة فيه تبعتني لقاع البحر، فقررت اني اساعده رغم انه سبني يعني بكلام سيء، يعني ما اقدر اوريه بالطبع، لكن رغم هذا يعني راح اساعده راح اوريه وين الميوينج خاصة فيه. قبل هذا راح اروح لهذه الفقاعة عشان ارجع ستامينا. نايس، عشان ترجعوا ستامينا ممكن ايضا تصنعوا الكرسي وتضعوا الكرسي في قاع البحر، وهيك يعني هكذا راح ترجعوا ستامينا في وسط البحر. المهم رجعت اللوت خاص فيه ورجعت الكرايبود لاني كريم بنزيما. اوكي اعرف انها كرينج. اوكي المهم رجعت يا اخي هاد الزوبعة كريهة كريهة. المهم عدت مرة اخرى عشان وجدت ضحية اخرى، هاد المرة الضحية راح تكون صعبة لان انا عندي فقط دروع جلد وعندي فقط طوف، اما هو فعنده دروع حديدية وعنده لون نيك رايفل، فضربة واحدة لو ضربني فيها راح اموت. بالاضافة لهذا عنده صديق اخر بيساعده، في اثنين ضد واحد وعندهم موارد افضل. في رغم هذا لكن الان يعني بدمج دمج كبير باستخدام التورش، من المفترض انه يكون قريب جدا من الموت. اوه هرب مني. تخيل كم المفترض انك تكون سيء حتى يعني ما تقدر. وات على اللوت، شوف اللوت اللي كان عنده هنا، واضح انه كان بده يسوي لي ابلود في التيرمينال، فعدت لي مره اخرى عشان اقتله يعني لو كان عنده لوت جديد.
وهاد المره رميت عليه البوله واصبته من المره الاولى. ولكن للاسف كان هذا الشخص الاخر معه. فرغم اني رميت عليه البوله لكن للاسف كان صراحه كان لازم اقتله بعد ما رميت عليه البوله، لكن للاسف سويت خطا، سويت الخطا وندمت عليه صراحه. كان لازم اقتله بعد ما رميت عليه البوله. المهم هارب مني هذه المره، فصعدت الان باستخدام جرابين هوك وراح احاول اباغته من الجهه المقابله. اوكي راح احاول اقتل هذا. عنده ميتال هاتشيت. لا تورش انكسر. اوكي راح اعود الان مره اخرى. لا راح احتاج تورش او اتوقع يعني فقط راح استعمل الميتال هاتشيت. ياب نايس قتلته المرة الثانية او الثالث. نايس عنده ادوات حديدية اخذتها منه. والان انحش يا بوي. جاء الان هذا الشخص مرة اخرى بعد ما هرب مني المرة الثانية. فاي اذا بديت تسألوا ليش يعني انا بسبح وهو ايضا بيسبح بسرعة كبيرة، فهذه ماب جينيسيس. في ماب جينيسيس الاكسجين يعني بيطول كتير عندك، ما بينفد بسرعة. بالاضافة لهذا بتقدر تسبح بسرعة كبيرة جدا في البحر فقط في ماب جينيسيس. فما قدرت اصيبه لهذا رجعنا لهذا المكان. حاول رمي البولة علي مرتين لكن ما قدر يرمي علي البولة. وبعد ما قربت اني اقتله بتورش هرب مني للمرة الثالثة. تخيل كم المفترض انك تكون سيء حتى ما تقدر تهزم شخص عنده تورش وعنده هايد ارمر. في الوقت اللي مات فيه قتلت الديزمودس خاص فيه. ومثل ما بتشوفوا انا بحاول اخذ لوت لكن الزوبعة صدعت امنا يا اخي. والله كريه بكره كل مرة اخرج منها بتجذبني مرة اخرى. خرجت اوكي انا قريب من ديزمودس. فقط افتح الانفنتوري. اوكي ممكن هذه المرة، اوكي نايس. هربت من الزوبعة. وقف ستوب. او ماي جاد يا اخي ودي اخذ لوتو قبل ما يرسبن. المهم رسبنت ليس رسبنت بل عدت لنفس المكان مرة اخرى عشان اقتله. نسيت للمرة كم. لكن المشكلة استامنا عندي صفر، ف راح اتخدر بسهولة لان استامنا عندي صفر. لكن رغم هذا قتلته مرة ناس. لا جبت ام العيد لاني بخيل كتير لاني كريم. اذا ما فهمتوا شو سويت لاني بخيل كان ودي اخذ اللوت اللي كان عنده. فوقفت في مكاني، ولما وقفت في مكاني عشان اخذ لوته الشخص الاخر رماني بالبولة وقتلني. فيه اوكي ما بيهم يعني ما كان عندي اي شيء سوء اصلا. اني ايضا اصلا رميته في وضعته في الابلون. الان حرفيا ما عندي ولا درع وما عندي ولا سلاح وهو عنده فلاك، فمن المستحيل اني اقتله. ويعني لو قتلته ف حطمت الدرع الخاص فيه، حطمت الدرع الحديدي الخاص فيه. لازم يكون قريب من انه يموت. اوكي لا تخدرت الصراحة توقعتها. السلام عليكم كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. المهم هربت منهم بعد ما حبسوني لانهم قتلوني. ليش قتلوني بل خدروني وحبسوني تماك. ويعني كنت متوقع هذا صراحة. المهم
اوكي راح احاول اقتل اوكي وات مين جا مين جاد الكابرو لا ما عندي اي دروع راح اموت راح اموت راح فاي هير سبنت مره اخرى وهذه المره راح اشتري الامونايت بايل بالاضافه الى رير مشروم والرير فلاورز شيء ما بيعرفه كثير من الناس هو ان الامونايت بايل بيقدر يعوض الليتش بلاد وبيقدر يعوض قرون وحيد القرن وليش انا احتاج كل هالاشياء راح احتاجها عشان اصنع الليستر انتيدوت الليستر انتيدوت هو هذا اللي بينصنع الان هو يعني مشروب راح يداويني من المرض اللي فيني مثل ما بتشوفوا الرمز اللي كان في الاسفل تم ازالته لاني يعني اداويت يعني من المرض اللي كان فيه او تعالجت منه ذاك المرض كان بينقص استات الخسف يعني المهم اشتريت جان باودر وفجرت هذا البيس يب بامكانكم شراء الجان باودر فقط يعني من جينيسيس بكل سهوله ما تحتاج تصنع ولا شيء والان اوكي عنده شاركول نايس 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 لحد الان هذه 193 جان باودر بقدر اصنعها او نايس عنده ايضا سبارك باودر ناركوتكس واحد متل نايس لوت اسطوري واحد متل اوكي راح اكسر الستورج بوكسز واخذ لوت لي فيها لو يتركني هاد ساركو المشكلة انه ما بيدمجني فقط بيزعجني المهم بعد سرقات اللوت اللي في ذلك البيس قررت اني ادمر هذا البيس صحيح ليست بيس فقط فاونديشن واحدة لا نسيت اني رميت جرينيد اخرى لا المهم راح ارسبين وراح اخذ اللوت اوكي المهم بعد هذا الشيء اللي وقع امامكم الان رجعت لتلك البيس اللي سرقتها واخيرا سترت نفسي بالدروع الحديدية اعتذر منكم في البداية لانها يعني ما كانت عندي دروع فايه يعني بعد ان تحدثنا عن هدفها ذهبت للبحر او الاوشن بايوم روت دولفين صنعت كرايو بودز ليش صنعته بل اشتريته بالاضافة لهذا قمت بترويض بازيلوسوريس البازيلوسوريس من افضل صراحة بالنسبة لي هو افضل يعني ديناصور او سمكة بحرية المهم لليوم لان قناديل البحر لا تؤثر عليها يعني لو كنت اركب البازيلوسوريس فالقناديل ما راح تقدر تكهربني المانتاري سريعة راح تقتلني 100% راح تقتلني المانتاري لكن راح احاول اصعد للاعلى واقترب من البر ياب ياب توقعت اني راح الحمد لله اني وضعت سليبين باجز يعني قرب المكان اللي مت فيه فاي نايس البازيلوسوريس قتل الماتري والان راح اوضعه في الابلود لانه اتوقع اني شرحت لكن لو وضعتم اي شيء في الابلود فما راح يقدر اي شخص يسرقه لكن راح يبقى فقط 24 ساعة لهذا راح يكون ضروري اني يعني اخرجه من الابلود قبل ما تنتهي ال 24 ساعة والا راح يختفي من الابلود طيب مثل ما بتشوفوا التايمر مباشرة بعد ما اوضعه بينقص التايمر فلازم ما انساه في الابلود من 24 ساعة المهم بعدها رجعت للبوغ بايوم البوغ بايوم هو ميتل سوامبس هو سوامب حرفيا وهذا هو اسهل بايوم هذا يعني حسب وايلد كارد فهذا هو اسهل بايوم في هذا الماب المهم حاولت قتل الخنزير لكن هيلو كان عالي ف قررت اني اقتل الكابروسوكس
الكابروسوكس هيلو ضعيف مقارنة بالساركو، فاي قتلته بكل سهولة لأنها يعني كان عالق. وأخذت الجلد واللحم اللي بحتاجهم. بعدها قررت أني أصنع تورش. ممكن ما تعرفوا يعني عدد كبير من الناس ما بيعتبر التورش سلاح، لكنه بالنسبة لي هو أكثر سلاح OP في البداية. يعني قبل ما تحصل على لونيك تقريبا هو أفضل فيها، أفضل من السورد، أفضل من الفايت. فيه بعد فترة طويلة قدرت أني أقتل الخنزير أوه ماي جود قتلي كابروسوكس مرة أخرى. أوه ماي جود كابرو في كل مكان حرفيا. اهرب. نايس. هربت من الكابرو. وجدت هات البيس وقررت اني ارميها بالجرينيد. اوكي نايس. اوكي رميت واحدة اخرى بالغلط. كمية سبارك باودر والجام باودر والسيمنتين بيست من اهم الاشياء حرفيا. اوكي لا يوجد اي شيء هنا، ساخذ الهايد. اوكي لا يوجد اي شيء هنا. نايس ما زالت سبارك صراحة اللوت جميل جدا في هذا البيت، صراحة ما توقعت ان تكون كل هذا نايس توجد شاركول، فيمكن ان اصنع جام باودر هنا. لو خلطت الشاركول مع سبارك باودر فرح احصل على الجام باودر. في الوقت اللي كنت يعني رجعت لهذا المكان عشان اقوم بابلود كان شخص عنده شوت جان بامب اكشن شوت جان، وزني كان يعني مليء باللوت فما قدرت اهرب منه للاسف. واذا بتتسألوا ليش ياب مثل ما تشوفوا قتلني، ما يعني ما كان بامكاني اسوي اي شيء حرفيا. فالمهم رسبنت في ماب كريستال ايلز، جمعت الكريستال، ركبت فوق هاد الوايفرن، وانا الان يعني بطعميه الكريستال. الوايفرن في ماب كريستال ايلز يعني باسيف، بامكاني فقط ان اضع الكريستال في الهوت بار وبكل سهولة راح اروضه. يعني لو طلعت على ظهره، مو ضروري اني اطلع على ظهره لكن اسهل هكذا. وصراحة كنت خائف جدا من السقوط، انظروا للشخصية كيف يعني تقلتش. كريستال واحد وراح يتروض. في اي لحظة نايس روضنا بلاد كريستال وايفرن، اظن كان ليفل 140. فاي نايس روضنا وايفرن من الحلقة الاولى. هاد الوايفرن يتميز يعني بخاصية جميلة انه يعني ياخذ الدم من الديناصورات اللي بيهجم عليها وبيهيل، يعني كل دمج بيسويه الديناصورات اخرى بيهيل من ذلك الدمج، فهذا شيء جميل. المهم رسبنت في ابيريشن، روت موست جوبس رغم اني ما استعملته نهائيا بعد في السلسلة، يعني بعد ما روته. وقفز على الموست جوبس خاص فيني هذا الرابطة. اوكي موت. الموست جوبس ليفل سي فسهولة راح يموت. موت. اوكي ضرب. نايس قتلته بعد ما قفز عليها. اذا ما كنتم تعرفوا فهذه خاصية كانت في جميع الرابتر انهم يقفزوا على الشخص، لكن تمت ازالتها من جميع المابات الا في ابيريشن. ولان هاد اللعبة معطوبة
لان هذه اسوأ لعبة. ما عندي اي فكرة ليش ثمنها كان $60 وهي معطوبة علقت في شاشة الداونلود. هاد الجليتش كان من اليوم الاول في ارك. انا احاول اخذ لود خاص فيني من الابلود وعلقت في الداونلود، ما اقدر اتحرك، ما اقدر اسوي اي شيء حرفيا. فارف جرزاء جاء اختني، والان جميع اللود خاص فيني. راح اوقف الفيديو، راح اوقف الفيديو. المهم اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا اللايك وقوموا يعني باي تعليق، ايموجي، اي شيء او كلام جميل مثلكم. روضنا وايفرن، سرقنا يعني قمنا بالبي في بي الخاص بالايرلي جيم، يعني بي في بي الخاص بالبدايه، وهو اكثر شيء يعني بحب بي في بي الخاص بالبدايه واحسن بي في بي، واظن ان قمنا فيه يعني بشكل كامل. لو تحبوا تشوفوا فيديو 24 ساعه في برامي فير اترنال في سيرفر بي في بي اضغطوا على الفيديو اللي بيطلع. سلام.